أزهر شام، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم محاضرتنا الرابعة في مساق المحاسبة المالية التي تقدمها قناة الأزهر التعليمية. في محاضرة اليوم سنستكمل الفصل الأول، جرد المصروفات والإيرادات من خلال مراجعة للفصل، وحنشتغل على موضوع إعداد ورقة العمل تمهيداً لإعداد الحسابات الختامية. بدنا قبل ما نبدأ، إحنا موضوع المحاضرة الرئيسي اليوم هو إعداد ورقة العمل تمهيداً للحسابات الختامية، لكن خلينا نستذكر معلوماتنا عن جرد المصروفات والإيرادات بشكل مجتمع. في الفصل الأول تعرفنا على نوعين، على المصروفات وعلى الإيرادات، مظبوط؟ المصروفات قسمناها إلى حسابات جديدة مقدم ومستحق، والإيرادات كذلك إلى إيراد مقدم وإيراد مستحق. تعالوا نعيد تعريفنا بشكل بسيط. المقدم، في المصروف المقدم، ما هو المصروف المقدم؟ هي المصروفات التي دفعت في الفترة ولا تخصها، مظبوط هيك؟ طيب الآن هذه وين بدها تروح؟ وين بدها تذهب المصروفات المقدمة؟ في السنة التالية. في وين؟ في الجانب الدائن ولا المدين؟ مصروفات مقدمة تظهر في الميزانية العمومية في الجانب المدين تحت بند أرصدة مدينة أخرى، مظبوط؟ طيب المصروف المستحق، المصروف المستحق هي مصروفات ايش مالها؟ تخص الفترة ولم تدفع. طيب ما دام هي مصروفات تخص الفترة ولم تدفع، اذا هذه وين بنعبر عنها وعن وجودها؟ في جانب الدائنون، في الجانب الدائن من الميزانية العمومية تحت بند أرصدة دائنة أخرى. طيب اوعى تقول لي أعيد يعني. طيب إذا هاي المصروفات المقدمة والمستحقة. طيب الإيرادات، عندي في الإيراد المقدم هو شو؟ تحصيل إيرادات في الفترة ولا تخصها، مظبوط؟ طيب الإيراد المقدم حصلناه في الفترة ولا تخص الفترة، وين بده يظهر عندي؟ في الجانب الدائن من الميزانية العمومية تحت بند أرصدة دائنة أخرى. طيب الرصيد، الإيراد المستحق إيراد يخص الفترة ولم يدفع، وين بده يروح هذا؟ يعتبر إيش عندي؟ في الجانب المدين من الميزانية العمومية تحت بند أرصدة مدينة أخرى، ممتاز. هذا الكلام أنا حبيت أعيده عشان نتأكد إن إحنا فهمنا موضوع المصروفات المقدمة والمستحقة والإيرادات المقدمة والمستحقة. الآن الخطوة التي تليها نرجع نتذكر أن احنا كل شغلنا إتمام الدورة
المحاسبية بشكل كامل. طيب شو يعني إتمام الدورة المحاسبية؟ طب ما احنا أتمينا الدورة المحاسبية في محاسبة واحد، مظبوط؟ لكن احنا وصلنا فيها لميزان المراجعة. يعني ذكرون احنا بدينا في الدورة المحاسبية في ايش؟ التحليل، بعد هيك سجلناها في دفتر اليومية، مظبوط، ثم دفتر الأستاذ، ثم ميزان المراجعة، ثم اللي هو المفروض ان نقول القوائم المالية، صح؟ احنا هيك فهمنا الدورة المحاسبية. لكن الان بدنا نضيف العنصر الاهم، شو هو؟ انه هذا ميزان المراجعة، بنعتبره ميزان المراجعة قبل التسويات. طيب الان هذا كله أنا استخدمت دفتر اليومية ورحلت على الأستاذ وعملت ميزان المراجعة عشان أمهد لإيش؟ للقوائم المالية، مظبوط؟ رحنا أضفنا بند التسويات هنا في الدورة المحاسبية تبعتي، وقلنا التسويات الجردية اللازمة. طب هذه ليش؟ عشان أنا أستطيع الوصول إلى نتائج الأعمال من خلال القوائم المالية. يبقى عرفنا الهدف من إعداد التسويات. الآن الخطوة التالية اللي بدنا نبدأ دراسة فيها، إنه عملياً كيف ستساهم التسويات، كيف ستساهم التسويات في عرض النتائج المالية بشكل مبسط. يعني إحنا شفنا كيف جردنا المصروفات، كيف جردنا الإيرادات، عبارة عن مجموعة من البنود من المصروفات ومجموعة من البنود من الإيرادات. المجموعة هذه عملنا عليها مجموعة من الحسابات عشان نصل للتسويات اللازمة. لا، اليوم أنا بقول لكم إنه في طريقة حنتعلمها اسمها إعداد ورقة العمل، إعداد ورقة العمل عشان تساعدني في اللي هو الوصول إلى الحسابات الختامية بشكل مبسط وسهل. يعني حتى التسويات الجردية اللي سويناها عشان نعد الحسابات الختامية. إذن موضوعنا الآن اللي حنحكي فيه إعداد ورقة العمل. طلعوا من خلال الموضوع هذا حنراجع أكثر بند المصروفات والإيرادات أو المقدمات والمستحقات فيهم، تمام؟ وحنتعرف على كيفية إعداد ورقة العمل. السؤال الأول، واحد، ما هي ورقة العمل؟ وهل هي جزء من النظام المحاسبي أو السجلات المحاسبية الرسمية؟ يعني احنا مر علينا السجلات المحاسبية، مر علينا شو اسمه ورقة عمل؟ لا. يبقى أنا من هان بقول لكم الإجابة، ورقة العمل المحاسبية هي كشف يقوم المحاسب بإعداده لمساعدته في إعداد التسويات والقوائم المالية خارج نظام السجلات المحاسبية. هذا شو يعني؟ انه انا في عندي ورقة العمل هذه اللي انا بستخدمها او اللي انا بدي استخدمها، هي بدها تسهل لي مهماتي فقط، تسهيل مهمات لإعداد الحسابات الختامية. اذا هي لا تمثل جزء رئيسي، ولن تسأل انت كمحاسب في اي مؤسسة من المراجع او من المدقق اين ورقة العمل، لانه هي ورقة خارج النظام المحاسبي. طيب الان مما تتكون، اثنين ممكن نقول هيك، مما تتكون ورقة العمل وكيف تساهم في تسهيل إعداد القوائم المالية. احنا اتفقنا ان ورقة العمل بدها تساعدنا في إعداد القوائم المالية. الآن ايش مكونات ورقة العمل هذه؟
إيش مكونات ورقة العمل وكيف بدها تساعدنا في إعداد الحسابات الختامية. أول إشي المكونات تبعتها، إني أنا بدي ألخص من ضمن تعريفنا المحاسبة، كنا بنقول من مهمات المحاسبة الفنية التلخيص، مظبوط؟ طيب أنا الآن بدي ألخص مجموع الحسابات اللي وصلت لعند ميزان المراجعة قبل التسويات في ورقة واحدة. هذا الهدف الأصلي من ورقة العمل، إن أنا بدي أصير عند مراجعة الحسابات لإجراء التسويات أمام ورقة واحدة لكي أستطيع التمييز بين الأرصدة. إذن واحد حقول تتكون ورقة العمل، تتكون ورقة العمل من 10 خانات مضافا إليها اسم الحساب، 10 خانات ومضاف إليها اسم الحساب. طب شو العشر خانات هذه؟ طلع عليا. الآن احنا اتفقنا انه الخانة الأولى بدنا نعملها لاسم الحساب، واضح؟ طيب الخانة الثانية حروح احط ميزان المراجعة قبل التسويات. طلعوا ركزوا، هو انا لما قلت لكم الدورة المحاسبية هنا عشان نستذكرها، عشان اذكرك انه الارصدة التي ظهرت بالميزان هذه واللي انا بدأت اشتغل عليها مقارنة بشكل عكسي مع السجلات المحاسبية اللي موجودة هي نقطة الايش؟ نقطة البداية، مظبوط؟ مش هيك هذا لما شرحناه في جرد المصروفات والايرادات؟ كمان في ورقة العمل نقطة البداية تبعتي كانت وين؟ ميزان المراجعة قبل التسويات. طيب بعديها ايش بده يا لذلك؟ بشكل متسلسل حيجي عندي اشي اسمه التسويات، مظبوط؟ حيكون عندي طبعا هنا مدين وهنا دائن وهنا مدين وهنا دائن. طيب ايش في عندنا كمان بعد التسويات؟ حيجي ميزان المراجعة بعد التسويات ومدين ودائن، وبعد هيك حيجي عندنا هان قائمة الدخل وهي مدين ودائن، ثم الميزانية العمومية وأيضا مدين ودائن. طيب إذا شكل ورقة العمل استطعنا تحديده، مظبوط؟ الآن هذا هيك أمامنا بصير تلخيص لكل الحسابات اللي احنا بدنا نشتغل عليها تسويات أو غير التسويات. يعني احنا هنا حنصنف كل الحسابات التي ظهرت في ميزان المراجعة، مش احنا ميزان المراجعة هذا قبل التسويات ظهر فيه مجموعة من الحسابات، مجموعة خضعت للشرط الأول أنه لم يكن هناك فروق بينها وبين باقي الحسابات، ومجموعة أخرى منها خضعت لشروط أنه كانت الأرصدة غير مطابقة للأرصدة في السجلات. حنذكر كل الأرصدة هذه ومن أجري عليه تسويات، بدنا نعرف شو التسويات اللي أجريت عليه وننقل رقمه. طيب خلينا عشان ما نفوتش الأحداث نكتب خطوات العمل في ورقة العمل المحاسبية. خلينا نكتب الخطوات هذه. 1، يتم نقل الأرصدة التي ظهرت في ميزان المراجعة قبل التسويات كما هي. يبقى الخطوة الأولى حجيب ميزان المراجعة اللي قبل التسويات، أنقل الأرصدة اللي ظهرت فيه كما هي في خاناتها المدين والدائن، المصروفات في الجانب المدين والإيرادات في الجانب الدائن. إذن هاي الخطوة الأولى من إعداد ورقة العمل، إني أنا نقلت على ميزان المراجعة. طيب الخطوة الثانية، يتم نقل التسويات التي تم إجراؤها
حسب بنودها في خانة التسويات في الجانب المدين والجانب الدائن حسب طبيعة التسوية. احنا الآن ميزان المراجعة اللي قبل التسوية بدأنا فيه تسويات وتعلمنا التسويات وعملنا مجموعة الحسابات اللي مرتبطة بالتسويات وعملنا قيود اليومية، مظبوط؟ الآن قيود اليومية اللي أجريت عليها التسويات هذه حذهب لكل قيد وأخذ الشق تبعه إن كان مدينا أو دائنا ورحله في خانة التسويات الجردية. ثلاثة، أي معلومات إضافية، أي معلومات إضافية لم تظهر أصلا في ميزان المراجعة قبل التسويات سيتم إضافتها أسفل بيانات الورقة، يعني في داخل الورقة نفسها لكن بعد ما ننتهي من بنود ميزان المراجعة الأصلي. طب هل ستظهر بيانات أو معلومات لم تظهر في الميزان؟ ممكن تظهر ولا لا؟ ممكن. لو قلنا في عملية بيع في أخطاء السهو مثلا، أخطاء السهو التي لا تؤثر على ميزان المراجعة، مش كنا نقول في أخطاء لا تؤثر على الميزان؟ الأخطاء التي لا تؤثر على الميزان هذه اكتشفتها عند عودتي في عملية الجرد، مثلا أن هناك مبلغ مبيعات 10,000 دولار مستحق هذا المبلغ ولم يظهر في ميزان المراجعة اللي قبل التسويات. إذن في بنود قد تظهر بعد إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات. أربعة، إدراج جميع الأرصدة بعد التسويات في الميزانية العمومية في جانبي ورقة العمل. هاي الميزانية العمومية في الجانب المدين أو الجانب الدائن حسب طبيعة الرصيد. خمسة، في عنا ظهر إشي جديد، قائمة الدخل. لو بدنا نعرف قائمة الدخل شو بدنا نقول عليها؟ إيش قائمة الدخل؟ هي القائمة التي تعمل على قياس النشاط، صح؟ طب إحنا كيف بنقيس النشاط؟ كيف بنقيس النشاط؟ بمقابلة الإيرادات بالمصروفات. إذا زادت الإيرادات عن المصروفات فذلك يعني تحقق ربح، وإذا زادت المصروفات على الإيرادات ذلك يعني خسارة. إذن من تعريف قائمة الدخل هذا شو الأرصدة اللي يجب ترحيلها إلى قائمة الدخل؟ الإيرادات والمصروفات. إذن الخطوة التالية هيك بدي أقول فيها، يجب توجيه الإيرادات والمصروفات، يجب توجيه الإيرادات والمصروفات إلى قائمة الدخل بحيث يحتوي الجانب الدائن على الإيرادات والجانب المدين على المصروفات. الآن وصلنا إلى قائمة الدخل وعرفنا قائمة الدخل بأنها قياس للنشاط للمنشأة، وأن القياس هذا يتم من خلال إيش؟ مقارنة الإيرادات بالمصروفات. ممتاز. ما دام يتم من خلال مقارنة الإيرادات بالمصروفات لكي نستطيع تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة، إذن الخطوة التالية هي توجيه الإيرادات والمصروفات الظاهرة بالميزان والتسويات إلى الجانب الدائن توجه الإيرادات والجانب المدين توجه المصروفات. يبقى هذه الخطوة اللي لازم نتبعها. خمسة، ستة، يتم توجيه الحسابات المرتبطة بالميزانية العمومية، يتم توجيه الحسابات المرتبطة ببنود الميزانية العمومية إلى جانبي الميزانية في ورقة العمل، الجانب المدين والجانب الدائن. يعني
تعالوا نشوف هيك الكلام اللي حكيناه والخطوات اللي حكيناها. حكينا عن 6 خطوات، مظبوط؟ 6 خطوات اللي تحدثنا عنها ستعمل على توجيه كل الحسابات التي ظهرت في اسم الحساب إلى البيانات التي تم أو الخانات التي تم تسطيرها في ورقة العمل. يعني لن يظهر هنا حساب ليس له مكان. طيب الآن في حسابات بعد ما أجرينا الميزان والتسويات والميزان بعد التسوية، في حسابات طبيعي بدها تروح على وين؟ على قائمة الدخل. وفي حسابات من الطبيعي أنها بدها تروح وين؟ على الميزانية العمومية، زي لما نقول الأصول المتداولة بدنا نروح فيها بالصافي تبعها على الميزانية العمومية، زي لما نقول الدائنون كالتزامات حنروح فيها على الميزانية العمومية. الآن الهدف هذا كله أنه أصبحت أمامنا ورقة عمل مصنفة فيها حسابات الفترة كلها، مظبوط؟ حسابات الفترة الآن أمامك في ورقة العمل. احنا قاعدين بنقول ورقة العمل وكأنها حياة عملية، انت بتشتغل قاعد، أصبحت حسابات الفترة كلها أمامك. إذن إعداد القوائم المالية، لما أنا أقول بعد ورقة العمل عد لي قائمة الدخل وعد لي قائمة الميزانية العمومية، قديش أنا سهلت عليك؟ كتير، لأنه أنت هتروح تاخد قائمة الدخل المعدة في ورقة العمل وتديها وتعطيها الصبغة الرسمية في إعداد قائمة الدخل وتعمل قائمة الدخل بشكل منفصل. الميزانية العمومية، لما أقول لك إعداد قائمة الميزانية العمومية حتاخد الميزانية العمومية من البنود الواردة في ورقة العمل وتعمل فيها ميزانية عمومية. لكن هل تغني ورقة العمل؟ واحد حيقول لي ما احنا جبنا صافي الربح في قائمة الدخل، صح؟ أو يقول لي احنا جبنا ميزانيتنا العمومية قديش فيها ورحلنا عليها الحسابات، هل تغني ورقة العمل هذه عن قائمة الدخل أو عن الميزانية العمومية؟ لا، لأنه من أول التعريف قلنا أنها هي ورقة غير رسمية. طيب خلينا نشوف مثال، خلينا نشوف مثال. وردت إليك البيانات التالية لشركة النرجس التجارية من خلال ميزان المراجعة الذي تم إعداده قبل التسويات. اعمل لي ميزان مراجعة، هاي مدين، دائن، اسم الحساب، بدنا نبدأ نكتب 1 النقدية، النقدية 40,400، النقدية 40,400، مواد ومهم، النقدية قلنا 40,400، مظبوط. 2 مدينون أو المدينون 6,500، 3 إيجار مقدم 30,000، 4 مواد ومهمات 7,000، 5 معدات وآلات 45,700، 6 أراضي 120,000، 7 دائنون 5,000، 8 رأس المال
110,000 9 إيراد خدمات 196,000 10 9 احنا وصلنا مظبوط إيراد خدمات 10 إيراد أوراق مالية 4,600 11 أجور ورواتب في الجانب المدين 66,000 أجور ورواتب. وتوفرت لديك البيانات التالية: 1 بلغت الأجور المستحقة في 31/12 6,000 دينار. 2 بلغت المواد والمهمات المتبقية في نهاية العام مبلغ 1,800 دينار. 3 الإيجار المدفوع مقدما دفع في 1/1 من السنة ولمدة 15 شهر. 4 إيراد الأوراق المالية الذي يخص الفترة الحالية المنتهية 6,000 دينار. 5 بلغت قيمة خدمات تم تأديتها للعملاء ولم تسجل بالدفاتر ولم تحصل حتى تاريخ إعداد التسويات مبلغ 4,000 دينار. المطلوب واحد إعداد قيود التسويات اللازمة في 31/12. 2 تصوير ورقة العمل المحاسبية. 3 إجراء قيود الإقفال اللازمة. 4 إعداد قائمة الدخل. 5 إعداد قائمة المركز المالي.
يبقى هاي عندنا السؤال حنستفيد من خلال هذا المثال بشغلتين. الأولى إن حنقوم نتأكد من الحسابات أو من جرد الإيرادات والمصروفات بشكل محلول في مثال واحد. اثنين حنشوف كيف عمليا ورقة العمل التي قسمناها إلى الخانات كيف ستساعد في إعداد قائمة الدخل وتساعد في إعداد المركز المالي. الخطوة الأولى في حل المثال تبعنا هذا تبدأ من وين؟ من إعداد التسويات الجردية اللازمة. الخطوة الأولى تبدأ من إعداد التسويات الجردية اللازمة. واحد هاي هنا الحل، واحد إجراء التسويات الجردية اللازمة. طيب شو أول شغلة أجتني أو وردت المعلومات علي الآن؟ طلع إحنا بدأنا من الأرصدة الموجودة في ميزان المراجعة قبل التسويات، يعني رجعنا على النقدية ورجعنا على المدينون ورجعنا على الإيجار ورجعنا على المواد وعلى المدات أراضي دائنون إلى آخره، تمام؟ الآن أنا وردت إلي بياناتي كالآتي، قال لي واحد بلغت الأجور المستحقة في 31/12 6000 دينار. يبقى عندي أول معالج أجتني لبند الأجور والمرتبات، مظبوط؟ أجور مستحقة مش إيجار. الأجور يعني المقصود فيها الأجور والرواتب. احنا نتذكر انه ليش بدأنا بالجرد هنا؟ عشان احنا شغالين على جرد المصروفات والإيرادات، صح؟ فبالتالي مع واحد بيقول لي طب احنا النقدية لما نصل لجرد النقدية حنبدأ فيها، طب المدينون لما نصل لجرد المدينون حنبدأ فيه، واضح؟ طيب الأجور والمرتبات قال لي أن هناك أجور مستحقة في 31/12 6000 دينار، هذه أجور هو قال لي انها مستحقة، ما سبنيش انا اروح ابحث انه هذه مستحقة عن الفترة ولا غير مستحقة. اذا هذه تحتاج الى قيد تسوية. شو قيد التسوية بدي يصير؟ من حساب مصروف الاجور والمرتبات الى حساب مصروف الاجور المستحق بستة آلاف. وهي بنقول هنا إثبات في شرح القيد، بنقول إثبات الأجور المستحقة. طيب اثنين قال لي بلغت المواد والمهمات المتبقية في نهاية العام مبلغ 1800 دينار. طيب نشوف بند المواد والمهمات الظاهر في الميزان قديش؟ 7000. خلينا نقول هيك، بند المهمات والمواد ظهر عندي في البند هذا مبلغ 7000 دينار، لكن قال انه موجود من المواد هذه في مخازن المنشأة 1800 دينار. اذا ما يخص الفترة قديش بده يكون؟ 7000 ناقص 1800 حيساوي قديش؟ 5200. هذا بيعني لي انه في عندي مصروف مقدم، كيف بدنا نسبته؟ من حساب مصروف مواد ومهمات مقدم او مستخدم الى حساب مصروف مواد ومهمات ب 1800 دينار. 1800 دينار هاي قيد التسوية الثاني المرتبط بالتحقق من وجود المواد والمهمات. ثلاثة ثلاثة
الإيجار إيجار مقدم، الإيجار المقدم. ركز معي، اتذكروا انه احنا في شرحنا للإيرادات قلنا هناك نوعين من الإيرادات، قلنا في إيرادات تسجل مباشرة إيرادات مقدمة، مظبوط، وقلنا في عندي إيجارات تثبت من بداية التسجيل إيجارات مقدمة. يعني أنا ما أثبتوش مصروف الإيجار، هذا إيجار، أثبتت مصروف إيجار مقدم من لحظة التسجيل، يعني مصدر القيد تبعه كان إيش؟ من حساب الإيجار المقدم إلى حساب النقدية، مظبوط هيك؟ إلى حساب النقدية. طيب ما دام أنا قلت من حساب الإيجار المقدم إلى حساب النقدية، يعني إيش بده يصير القيد عندي؟ قديش المبلغ؟ 30,000. 30,000. طيب في التسويات إيش قال لي؟ دفع في 1/1 من السنة ولمدة 15 شهر. الآن أنا أثبت بعكس كل مرة، أنا ما أثبت الإيجار مصروف، أثبت إيجار مقدم كاملا. إذا أنا مطلوب مني إيش؟ أخذ من الإيجار المقدم هذا ما يخص الفترة الحالية. طيب قديش يخص الفترة الحالية؟ عندي 50. قديش المبلغ؟ 30,000 على 15 شهر يساوي 2000 ضرب كم شهر في عنا؟ 12 شهر السنة المالية تاعتنا، ما يخص الفترة 12 شهر، قديش حيساوي؟ 24,000. إذن مبلغ الإيجار اللي يجب إثباته ويخص الفترة هو قديش؟ 24,000. طيب استنوا شوية، الآن أنا الإيجار كله مقدم، أنا بدي أخذ من المقدم 24,000، شو القيد المحاسب اللي بدي أعمله؟ 3 ورد بند الميزان إيجار مقدم 30,000 دينار، بينما ما يخص الفترة فقط 24,000 دينار، صح؟ بضل 6,000 مقدم، نسبة 6,000 المقدم؟ نسبة 6,000، ما هو مثبت 30,000 انهم مقدم، يبقى انا الان بدي اشتغل بقيد يثبت المصروف الذي يخص الفترة. لاحظوا انتم في عندي مصروف ايجار يخص الفترة في الميزان؟ ما فيش، يبقى معناته انا المطلوب مني الان اخذ من الايجار المقدم 30,000 الجزء الذي يخص الفترة. طب ما دام بدي اخذ الجزء الذي يخص الفترة، ايش بده يصير في القيد المحاسبة تبعي؟ من حساب مصروف، لا من حساب مصروف الايجار، لاني انا الان ايش بدي اعمل؟ بدي اعلي مصروف الايجار اللي ما كانش موجود، بدي اوجده، وايش بدي اخفض؟ بدي اخفض الايجار المقدم. مش انا الايجار المقدم مثبت عندي المبلغ كله ايجار مقدم، انا الان خفضت الايجار المقدم وعملته من حساب مصروف الايجار الى حساب مصروف الإيجار المقدم ب24,000. 24,000 طلع هيك، إيش صار معي؟ لما أنا أخذت ال 24,000 من ال 30,000، طبيعي رصيد الإيجار المقدم المتبقي عندي وبده يرحل على التسويات قديش؟ 6,000 لحاله، أصبح طبيعي. إذن هذه طريقة تانية أنا حكيت لكم عنها سابقا في المحاضرات السابقة، إنه هناك طريقة لإثبات المصروف المقدم عند الاستلام، وهذه طريقة أثبتنا فيها استلام مبلغ الإيجار كله كمقدم مش كمصروف إيجار، وفي نهاية السنة في التسويات أخذت من الإيجار المقدم ما يخص الفترة، واضح؟ طيب ما هو أنا ليش قلنا بدناش نحفظ؟ ذاكرين؟ احنا قلنا بدناش نحفظ القيود، صح؟ هاي الحالة اختلفت معك، احنا ايش بدنا نحفظ؟ طبيعة الحساب، مظبوط؟ لما انا اقول طبيعة الحساب، المدين عند الزيادة يكون مدين، والدائن عند الزيادة يكون دائن، مظبوط؟ طيب الان انا ظهر عندي ايجار مقدم، مش مهم احفظ انا البند تبع القيد، شو المهم عندي؟
اني انا افهم القيد هذا ليش اجل جانب المدين مدين وليش اجل جانب الدائن دائن. الان لما ورد عندي هنا انه الايجار المقدم هو اللي كان الطرف المدين وليس الايجار الذي يخص الفتره، يبقى مطلوب مني اعلي ايجار الفتره بقيمه الايجار. اذا فيش عندنا قيود ثابته للحفظ، وهذا الكلام من اول محاضره اتفقنا عليه، تحفظش قيود، واضح؟ طيب الحالة الرابعة إعداد أربعة، إيراد الأوراق المالية الذي يخص الفترة المالية المنتهية 6000 دينار. طيب وشو ظهر عندي أنا في الميزان؟ 4600. 4 خلينا نمحي هان. الآن البند الرابع 4 قلنا إيش؟ إيراد أوراق مالية. شو التسوية اللي صارت على الإيراد الأوراق المالية؟ ظهر في الميزان بقديش؟ 4600 دينار. بينما هو في التسويات إيش قال لي؟ قال لي إنه في عندي الإيرادات هي 6000 دينار. طب مدام هذا 6000 هي اللي بتخص الفترة وظهر في الميزان قبل التسويات 4600، إذن وجود إيراد إيش ماله؟ مستحق للفترة بمبلغ 1400 دينار. إيش القيد المحاسبة اللي بدي أثبته الآن؟ من حساب إيراد أوراق مالية مستحق إلى حساب إيراد أوراق مالية بقديش؟ بألف وأربعمية وبألف وأربعمية. يبقى هاي التسوية الرابعة عملناها. 5 قال لي بلغت قيمة خدمات تم تأديتها للعملاء ولم تسجل بالدفاتر ولم تحصل حتى تاريخ إعداد التسويات مبلغ 4000 دينار. هذا إيش يعني؟ الآن هذا المفروض أنه ملوش بنود عندي هنا ولا له بنود؟ ليش؟ مش في عندي إيراد خدمات؟ مظبوط عندي إيراد خدمات أنا بقديش؟ 196000. لكن ظهور البند هذا لم يؤثر على الميزان لأنه 4000 كلها أصلا لم تسجل كإيراد مستحق، يعني لم تحسب ضمن إيراد الخدمات. يبقى في التسوية تاعتها 5 إيش حقول؟ 5 إيراد خدمات لم يسجل. إيش بدي أسجله؟ القيد المحاسب طبعا المبلغ 4000 دينار من حساب ايوان. هذا بيؤدي لايش؟ ظهور ايش؟ ايراد مستحق، صح ولا لا؟ من حساب ايراد خدمات مستحق الى حساب ايراد الخدمات ب 4000 دينار. 4000 دينار. الان انا ايش سويت؟ عليت بند ايراد الخدمات بقيمة الايراد المستحق اللي لم يقبض بعد اصلا لكن حسبته على الفترة وعليت فيه بند ايراد الخدمات. واضح؟ تفضل. 5 اخر نقطة. 5 قلنا في بند ايراد خدمات ايش قال لي فيها؟ بلغت قيمة خدمات تم تأديتها للعملاء ولم تسجل بالدفاتر ولم تحصل حتى تاريخ اعداد التسويات. الان انا في اعداد التسوية لما اكتشفت انه الاربع تلاف هذولا لم تسجل بدي اثبتها، فروحت اثبتها اثبات بانه من حساب ايراد خدمات مستحق، يعني خليت فيه الي اصل بالاربع تلاف سيتم تحويله الى نقد عند السداد، مزبوط، وعليت مبلغ ايراد الخدمات بمبلغ 4000 دينار. الايراد حساب دائن، وهيها لما طلب منا ان نعلي قيمة الايرادات اللي في الميزان جعلنا الحساب حسابا دائما. واضح؟ طيب هيك احنا خلصنا الشق الاول من السؤال اللي ارتبط باعداد التسويات، مظبوط. الان احنا مهدنا
في إعداد التسويات مهدنا إلى إعداد ورقة العمل المحاسبية. تعالوا نشوف ورقة العمل المحاسبية. أول إشي بدنا نعمل التسطير اللي تعلمناه. قلنا اسم الحساب، بعد هيك قلنا ميزان المراجعة قبل التسويات، وبعد هيك قلنا التسويات الجردية، وبعدين ميزان المراجعة بعد التسويات مدين دائن، وبعد هيك عندنا قائمة الدخل ومدين دائن، وآخر حاجة الميزانية العمومية، وقسمناها أيضا مدين ودائن. طيب الآن عشان نتذكر الأرقام، احنا هنبدأ بترحيل الأرقام التي وردت في الميزان. مظبوط، ورد عندنا في الميزان قبل المراجعة. ايش اول بند ورد عندي؟ النقدية. هاي واحد، النقدية. طيب النقدية ظهرت في الجانب وين؟ هان المدين. قديش مبلغها كان؟ 40,400. الآن في تسويات جردية صارت عليها؟ لا. ميزان المراجعة بعد التسويات إيش حيظهر لي؟ 40,400. طب قائمة الدخل إيش حيظهر لي؟ مش هسجل في قائمة الدخل، صح؟ حنروح على الميزانية. تذكروا، يبقى هنا كلامي إلكو لما قلت لكم إنه الحسابات يجب توجيهها إلى ما يناسبها حسب فهمك لتصنيف الحسابات. يعني يجب أن يكون معلوم لديك معلومات عن تصنيف الحسابات، إنه النقدية مش مرتبطة بقائمة الدخل. وتذكر إن قائمة الدخل أنا ربطت لك إياها فقط بالإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة، صح؟ عشان هيك أنت تغلطش وترحل أي حساب غير الكلام هذا على قائمة الدخل. إذن على الميزانية العمومية هروح على جانب الأصول، هذا المدين، حكتب 40,400 في الجانب المدين من الميزانية العمومية. هاي الحساب تبع النقدية طبيعته يكون في الميزانية العمومية. طيب اثنين، المدينون قديش مبلغهم كان؟ 6,500 دينار. الآن صار عليه تسويات؟ لا. حروح على ميزان المراجعة بعد التسويات ونقول له 6,500، وقائمة الدخل ملناش شغل فيها. حروح على الميزانية ونقول له 6,500. هذا يفضل انك انت ايش تكون الورقة مسطرة بشكل مربعات، يفضل عشان لما تشتغل كمان ما تقعش في اخطاء. بعد المدينون ظهر بند ايجار مقدم. الإيجار المقدم قديش كان البند؟ 30,000 دينار. هيو كما ظهر. طيب التسويات الجردية 30,000 دينار. التسويات الجردية إيش صار عليه تسوية؟ صار 24,000. طيب 24,000 راحت على الجانب إيش؟ الدائن. مظبوط، هاي 24,000 هاي مدين دائن، مدين دائن، هاي 24,000. الآن هذا الإيراد إيش قلنا عنه؟ يخص الفترة، المصروف. هذا المصروف يخص الفترة. طيب في ميزان المراجعة إيش بده يظهر عندي بعد التسويات؟ طيب الآن هاي 30,000 ظهرت في ميزان المراجعة، مظبوط. في التسويات الجردية ظهر عندي قديش؟ 24,000. الآن قديش ضل عندي لصالح الميزانية؟ 6,000 في الجانب المدين، مظبوط. ستة آلاف في الجانب المدين. ركزوا معي، هلقيت أنا، خليني أقول لكم شغلة عشان ما نتوهش، ونخلي المصروفات
والإيجارات تجمع، المصروفات والإيرادات تجمع بشكل مرتب في ورقة العمل. أنا عشان أقول لكم النظام اللي أنا سويته هان، إنه المصروفات والإيرادات سنسجلها في نهاية الورقة في قائمة الدخل، عشان إيش؟ يسهل علينا عملية جمع المصروفات والإيرادات وترحيلها إلى قائمة الدخل. واضح؟ خليك متبع معي بس الآن، ماشي؟ مش أنا قاعد إيش بقول لك؟ حنأجل ما يخص القائمة من مصروفات. الآن مش القيد بشقين يا جماعة، الآن أنا أخذت الشق تبع الإيجار الإيش؟ المقدم هذا، أنا هاي البند اللي أمامي في الميزان، مصبوط؟ أخذت شق بند الميزان، وين الإيجار المقدم؟ البند هذا وين بده يظهر عندي؟ هيو اطلع علي أنت، لما عملنا القيد المحاسبة إحنا جبنا 24,000 هذه اللي هي بتخص الإيجار تبع الفترة مش الإيجار المقدم، مظبوط؟ عشان أقول له إنه الإيجار المقدم كان دائن، صح؟ طيب أنا لو بدي أروح على قائمة الدخل زي ما أنت بتقول لي، أروح أحطه هذا في الجانب الدائن من قائمة الدخل وهو مصروف، مظبوط؟ إذا لا يمكن وضعه في الجانب الدائن، لكن لما نيجي نرحل الشق الثاني من القيد اللي هو مصروف الإيجار الذي يخص الفترة، حنلاقي حالنا كيف تلقائي وصل معنا مصروف الإيجار الذي يخص الفترة في الجانب المدين من قائمة الدخل. طيب نشوف بعد الإيجار المقدم، يبقى عندي هنا 6,000، هاي الظهور الطبيعي، ركز معي اللي سألني، هاي الظهور الطبيعي للإيجار المقدم، صح؟ ظهر بقد إيش؟ 6,000 في الميزانية العمومية. طيب مواد ومهمات، مواد ومهمات قديش كانت؟ 7,000 دينار. الآن في التسويات عندي كان في 5,200 دينار اللي بتخص الفترة، وفي عندي 1,800 دينار في الميزانية، صح هيك؟ تمام؟ طيب بعد مواد ومهمات معدات وآلات، معدات وآلات، معدات وآلات بقديش كان مبلغها؟ 45,700. وحنروح في تسويات صارت عليها؟ لا، حنروح على ميزان المراجعة نقول له هذه كما هي 45,700، وعلى الميزانية 45,700. طيب بعد بند معدات وآلات أجاني بند أراضي، أراضي اللي هو 120,000 ظهرت في الميزان، ما صارش عليها تسويات، ظهرت في الميزان هنا 120,000، 120,000، ثم ظهرت في الميزانية العمومية 120,000. طيب بعد بند الأراضي الدائنون، الدائنون ظهر عندي مبلغ 5,000 في الجانب الدائن من ميزان المراجعة قبل التسويات، وقلنا ما فيش عليه تسويات، حيظهر 5,000 في الجانب الدائن من الميزان بعد التسويات، وبعدين في الجانب الدائن من الميزانية العمومية حيظهر عندي 5,000. واضح الكلام اللي بنحكيه؟ احنا بنصنف في الحسابات. طيب بعد الدائنون اجاني رأس المال، رأس المال في الميزان كان 110,000، في التسويات الجردية ما فيش، في الميزان بعد التسويات هاي 110,000، بعد هيك قائمة الدخل ملناش، حنروح على الميزانية 110,000. طيب خلينا نكمل هنا عشان تطلع معنا عملية الاحتساب بشكل صحيح. Thank you.
التسويات طيب بعد رأس المال إيراد الخدمات إيراد الخدمات قديش كان عندي 196,000 في ميزان المراجعة إيراد الخدمات في التسويات ظهر عندي 4,000 دينار إيراد مستحق مظبوط الميزان بعد التسويات ملناش فيه الآن لأنه فيه تسوية مظبوط قائمة الدخل قلنا بدناش نصيبها الآن حنشتغل فيها فيما يلي بالتالي إيش عندي حيصير لا هذه جاهزة إيراد الخدمات في قائمة الدخل الآن 200,000 دينار مظبوط فيش عليه تسويات خلصنا منه إذن من هنا بدأنا نسجل لقائمة الدخل إنه إيراد الخدمات هذا أصبح 200,000 دينار طب في الميزانية العمومية وين أسجله بتسجل ما دام نحكي إيرادات ومصروفات قلنا أي حساب يتم توجيهه إلى جهة لا يتم توجيهه إلى الجهة الأخرى ما دام وجهته على قائمة الدخل لن يتم توجيهه إلى الميزانية العمومية توهش فيها طب بعد إيراد الخدمات إيراد أوراق مالية ظهر عندي 4,600 في الميزان قبل التسويات وفي التسويات ظهر عندي 1,400 في قائمة الدخل قديش ظهر عندي 6,000 دينار 6,000 دينار وفي الميزان 6,000 دينار طيب بعدها أجور ورواتب أجور هنا بدأنا في بند المصروفات الآن بدنا نبدأ إحنا نطلع عليها نصنف التسويات كلها وندخلها ضمن ميزان المراجعة تبعنا وضمن قائمة الدخل أنا في العملية اللي أمامكم مع جزء التعقيد اللي فيها لكن هي عملية الوصول لنتائج شركة قائمة يعني أنت الآن من خلال فهمك للموضوع هذا تستطيع إعداد حسابات لشركة قائمة بالبنود اللي ظهرت أمامك في ميزان المراجعة الآن إحنا وصلنا للإيرادات ركز معي طلع من وين بدأنا نصنف هاي إيراد الخدمات وبدأنا نصنف فيه طيب إيراد أوراق مالية قديش كان إيراد أوراق مالية خلصنا الأجور والرواتب أجور ورواتب قديش الأجور والرواتب كانت 66,000 دينار طيب في التسويات صار عليها 6,000 دينار 6,000 دينار في ميزان المراجعة بعد التسويات 72,000 دينار 72,000 دينار في الجانب المدين طيب في قائمة الدخل قديش حتظهر 72,000 دينار لاحظوا انه كان اخر بند في ميزان المراجعة اشتغلنا الاجور والمرتبات مظبوط تعالوا نشوف الان المجموع تبعنا يعني خلينا زي ما احنا هيك لسه هينا ما اشتغلناش الشق الثاني من القيد هلقيت عشان ما تتهوش ركزوا معي احنا بننقل قاعدين في شق واحد من القيود المحاسبية اللي عملناها في التسويات اما في شق تاني لسه ما اشتغلناهوش مظبوط في شق تاني لسه ما اشتغلناه احنا رحلنا فقط ما لم تتم عليه تسويات ورحلنا الشق الاول من القيد اللي تم عليه اجراء التسويات نشوف المجموع تبعنا لو جمعتوه حيطلع الإجمالي الجانب المدين في الميزان 315,600 وهنا حتلاقيه 315,600 بعد ما جبنا الإجمالي هذا تبع ميزان المراجعة اللي هو قبل التسويات بدنا نبدأ نصنف الشق الثاني من القيود المحاسبية أجرينا على مصاريف أجور مستحقة مظبوط شو الإجراء اللي صار عليها
وين ظهرت عندي بند هذا البند مصروف أجور مستحقة في الجانب الإيش الدائن من التسويات بقديش ب6000 دينار ليش مدين اللي حكى مصاريف أجور مستحقة يعني إيش هادي يعني التزام صح ولا مش صح إذن هي إيش دائن يبقى ظهر عندي في الميزان بعد التسويات في التسويات في 6000 دينار دائن وبده يضاف طلع الميزان بعد التسويات بده يضاف على الميزان بعد التسويات قديش 6000 دينار في الجانب الدائن هاي 6000 دينار طب والميزانية العمومية الميزانية العمومية ايش بدوروا عليها في جانب الالتزامات حيظهر عندي مبلغ 6000 دينار اجور مستحقة خلينا للاخر لما نشوف النتيجة حيظهر عندي في الجانب الدائن من الالتزامات طب بعدها في عندي مواد ومهمات مواد ومهمات مستخدمة قديش كانت عندي الجانب المدين منها كان 5200 دينار لانه فعلا اللي يخص الفترة واستهلكناه المصروف اللي استهلكناه قديش 5200 دينار طيب بعدها قال لي انه في ميزان المراجعة بعد التسويات حيظهر عندي 5200 دينار طيب الباقي اللي كان في ميزان المراجعة وين بدنا نوديه يعني احنا خفضنا البند كله صح بدنا نوديه على جانب الاصول في الميزانية العمومية بمبلغ 1800 دينار 1800 دينار طيب بعد المواد والمهمات مصروف الإيجار مصروف الإيجار مصروف الإيجار إيش ظهر لي فيه 24000 في التسويات في الجانب الإيش المدين الجانب المدين 24000 طلعوا ركزوا احنا الجانب المدين في المصروفات يعني مصروفات الفترة صح والجانب الدائن في الإيرادات يعني إيرادات الفترة هذا في تسجيل الشق الثاني من القيد بعد الإجمالي انت بدك تبدأ تسجل ما يخص الفترة مظبوط هيو هنا 5200 اللي بتخص الفترة مصروف الإيجار هو اللي ايش بيخص الفترة 24000 دينار وحنروح على قائمة الدخل نقول في عندي 24000 دينار مصروف إيجار بعد هيك عندي إيراد أوراق مالية إيراد أوراق مالية مستحقة إيراد أوراق مالية مستحقة احنا فوق أثبتنا إيش إيراد أوراق مالية مظبوط الآن المستحق كان عندي 1400 دينار في التسويات في الجانب المدين 1400 دينار طيب في ميزان المراجعة بعد التسويات ايش بده يظهر عندي 1400 دينار في الجانب المدين لانه احنا بدنا نخفضه صح لحظة وين كان ايراد اوراق مالية ايراد اوراق مالية مستحقة في ميزان قديش كان المبلغ الظاهر اصلا عندنا في الميزان 4600 يعني احنا المفروض ان بدنا نضيف له كمان 1400 دينار 1400 دينار وين رحنا قائمة الدخل وين الميزان بعد التسويات 1400 دينار طب القيد المحاسبة تبعنا ايش كان ذكروني فيه ايش كان ارجع لي على القيد المحاسبة للأوراق المالية المستحقة من حساب أوراق إيراد أوراق مالية مستحقة إلى حساب إيراد أوراق مالية طيب ركز معي عشان نعالج احنا أظهرناها وين في الجانب الدائن صح وأظهرنا 6000 كاملين وين في الدائن يعني فعليا لازم نظهر هنا إيراد أوراق مالية في الجانب المدين صح عشان هيك انا كتبتها وانا مش مقتنع فيها لازم نظهره في الجانب المدين لانه هاي التعادل تبعنا هاي 6000 وهاي 1400 بيطلع الباقة الذي يخص الفترة 5000
و400. طيب بعدها البند اللي بعد اوراق ماليه مستحقه، ايراد خدمات مستحقه. قديش في عندي؟ 4000 في الجانب المدين من التسويات، 4000 في الجانب المدين، وفي ميزان المراجعه حيظهر عندي 4000 في الجانب المدين. الان بدي اياك تركز انا على حاجه عشان ما توش تقول كيف الايراد في الميزان اجى دائن واجى مدين. احنا هذا ايش كاتبينه؟ الميزان بعد التسويات، يعني انا في النهايه بدي اعمل تسويه بين الميزان القديم والميزان الجديد، مظبوط؟ يعني انا بدي اعمل مقاصه بين المبالغ اللي ظهرت هنا مدينه والمبالغ اللي غاد ظهرت دائنه عشان يوصلني عند الاحتساب الى ايش؟ تساوي الميزان، واضح؟ يعني احنا هذا بنقول الميزان بعد التسويات. طيب 4000 و4000 وحيظهر عندي في قائمه المركز المالي، طبعا 1400 اظهرناها هنا، وحيظهر عندنا اللي هو ال 4000 دينار لانه ايراد مستحق، مظبوط؟ ايراد خدمات مستحقه وايراد اوراق ماليه مستحقه، هينا شلناها من الميزان واظهرناها كاصول متداوله لنا في الميزانيه العموميه. ايش بعدها في عندي؟ خلصنا هيك البنود، صح؟ طيب خلينا نشوف الان نتائج العمل تبعنا. احنا اتفقنا انه هذا كله اللي اشتغلناه وتعبنا فيه عشان بس يساعدنا في اعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية. الان لو جيت انت هنا وقلت الاجمالي حيطلع عندك اول اشي في ميزان في التسويات، حتلاقي انه تساوت التسويات ب 40600 و 40600 و 40600. وعندك قائمة الدخل حتلاقي طلع الإجمالي تبعها 206000، اكتب هذه عشان توضع عندك 206000 و206000. طب هذه يعني تساوت؟ هي ما تساوتش، احنا جمعنا الإيرادات لقينا انه الأكبر هو بند الإيراد واللي أقل هو بند المصروف. لو جمعت المصروفات لحالها حيطلع إجمالي المصروفات عندك اعتقد 101200، واضح؟ ركز معي كمان مرة. الان في جانب قائمة الدخل احنا جمعنا الايرادات وجمعنا المصروفات زي الترصيد اللي بتعمله على حساب الاستاذ، لقينا انه رصيد الايرادات كان 200006 ولقينا رصيد المصروفات 101200. اذا هناك فرق، الفرق هذا شو هو؟ صافي الربح. مش احنا بنشتغل على مقابلة الإيرادات والمصروفات، وعرفنا قائمة الدخل من أول المحاضرة وقلنا بدنا نقيس النشاط. الآن بعد كل هالتسويات اللي صارت أمامي اتضح لي إنه إيراداتي كانت اللي بتخص الفترة 206000، واتضح لي إنه مصروفاتي التي تخص الفترة 101000. إذا الفرق بينهم إيش بده يكون؟ الفرق هو أرباح الفترة. لو حسبتوها هتطلع 104800. انتوا عيدوا الاحتساب بشكل الارقام تكون في اوضح من اللي بنشتغله. طيب الان بعد ما وصلنا لقائمة الدخل، الميزانية العمومية حتلاقيها انها توازنت عند ترحيل صافي الربح. هذا يا جماعة ايش بده يصير فيه؟ ركزوا معي. الان احنا بدنا تتوازن الميزانية على ورقة العمل، صح؟ لو جمعنا الميزانية تبعتنا بدون ترحيل الأرباح مش هتتساوى، لأنه احنا طبيعي الربح جزء من حقوق الملكية. إذا أنا تحت بند رأس المال أو عند مقابل البند نفسه حرحل أرباح الفترة تساوي 104800. لو جمعتهم حتلاقي الناتج 225800 في قائمة الميزانية العمومية على نفس ورقة العمل. احنا تطلع بنفترض انه هذه ورقة عمل واحدة، يعني انت عشان تشتغلها هتروح على البيت زي هيك تشتغل ورقة العمل وصولا للإجمالي، واضح؟ هتشتغل ورقة العمل
وصولا للإجمال اللي احنا وصلنا له، ثم التسويات اللي حصلت، ثم التسويات أو الإجمالي في نهاية ورقة العمل. طيب أنا أنت قل لي ليش الآن صافي الدخل صافي الربح وين بيظهر في الميزانية العمومية في قائمة الدخل، في الجانب المدين ولا الدائن؟ ليش بيظهر في المدين؟ عشان يرحل إلى الجانب الدائن في الفترة الجديدة، صح؟ مش طبيعة الأرباح دائنة، إذن إحنا هو طبيعي أنه يظهر في الجانب المدين. ليش ظهر في الجانب المدين؟ لأنه الإيرادات اللي في الجانب الدائن أعلى من المصروفات اللي في الجانب المدين. طب المتمم الحسابي حيكون هو الفرق بصافي الربح اللي بيظهر في الجانب المدين من قائمة الدخل، ثم بناخذ المبلغ هذا وبنروح بنوديه كحقوق ملكية إلنا مضافة إلى رأس المال في الميزانية العمومية. بكون في عندي صافي خسارة بدنا نعمل فيها على تخفيض رأس المال. يعني إذا بدك تحطها أنت حتروح تقول رأس المال مطروحا منه في نفس الجانب في الجانب الدائن في الميزانية العمومية مطروحا منه صافي الخسارة، واضح؟ لأنه احنا قلنا صافي الربح أو صافي الخسارة من البنود التي تعود على حقوق الملكية، وحقوق الملكية وين موجودة؟ في الجانب الدائن من الميزانية العمومية. طيب طب بضل علينا قيود الإقفال وإعداد الميزانية العمومية وقائمة الدخل. خلينا أنا أقول لك بس خلصنا عن الموضوع. قيود الإقفال الآن لما أنا أجلت لك إياها، لأنه تذكر قلت لكم المعلومات المحاسبية بدك تبدأ ترقى فيها، صح؟ كنا إحنا بنقفل قيد قيد. الآن في قيود الإقفال بعد ما عملت التسويات ورقة العمل هتعمل لي قيدين إقفال، قيد إقفال المصروفات التي تخص الفترة، قيد إقفال للمصروفات التي تخص الفترة. وقلنا إيش إحنا إيش بنقفل المصروفات عكس طبيعتها، يعني حاجة أقول له من حساب أرباح وخسائر إلى مذكورين وحكتب له كل المصروفات التي تخص الفترة في قيد واحد أقفلت. شفت ليش أجلنا قيود الإقفال؟ لأن أنا بعد ما عملت التسويات خلاص أصبح عندي ورقة عمل بقدر أخذ منها كل المصروفات وأقفلها في قيد واحد. طيب وقيد الإقفال للإيرادات، قيد الإقفال للإيرادات وأيضا قلنا يقفل عكس طبيعته بأنه يصير من حساب من مذكورين اللي هو كل الإيرادات إلى حساب أرباح وخسائر، هاي قيود الإقفال، واضح هيك؟ طيب إعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية الآن بدنا نعطيها الصفة الرسمية، بطلت ورقة العمل هذه هي اللي ممكن أقدمها لمستخدمي المعلومات المحاسبية، هذه مهدت لي. هروح أنا إيش أعمل؟ قائمة الدخل بالشكل المتعارف عليه التي التي أو على قائمة حساب زي ما بدك على شكل طريقة قائمة الدخل. الآن لما أعمل قائمة الدخل هأنقل الجانب الدائن على الجانب الدائن، يعني هتاخد كل الإيرادات اللي ظهرت في قائمة الدخل في ورقة العمل وحتاخد كل المصروفات اللي ظهرت في ورقة العمل في الجانب المدين، وحتطلع الفرق اللي هو المتمم الحسابي بين الإيرادات والمصروفات وتطلع صافي الربح، صح؟ وتروح بعدها عند إعداد الميزانية العمومية هتروح تقول له الميزانية العمومية عن الفترة المنتهية لشركة النرجس، وتروح تجمع فيها تبدأ فيها بالأصول، ركز معي بعد هيك، أصول متداولة، بنبدأ ننقل بنود الأصول اللي ظهرت في ورقة العمل الأصول المتداولة، بعدين بنصل لأصول ثابتة بننقل الأصول الثابتة، بعدين أرصدة مدينة أخرى بننقل الأرصدة المدينة الأخرى، بتصير انت رتبت تصنيف الميزانية العمومية كما هو مطلوب وفق المبادئ المحاسبية. لكن الأرقام احنا ايش سوينا فيها؟ جاهزة عنا، أخذناها من ورقة العمل، وبنروح على الجانب الدائن أيضا بنذكر فيه الالتزامات وبنبدأ فيها بالدائنون والالتزامات قصيرة الأجل، ثم
الالتزامات طويلة الأجل، أرصدة دائنة أخرى، ثم حقوق الملكية. بننقل رأس المال ونضيف إليه أو نطرح منه الربح أو الخسارة الذي توصلنا إليه في قائمة الدخل. واضح؟ إذن هيك إحنا بنكون أنهينا موضوع المصروفات والإيرادات. الآن قبل ما ننهي المحاضرة، أنا المطلوب منك إنك أنت تكون فكرة عامة عن المصروفات والإيرادات فقط. يعني أنا ورقة العمل هذه ساعدتك فيها عشان أنت تقدر تتعرف أكثر على إعداد اللي هو المصروفات المقدمة والمستحقة والإيرادات المقدمة والمستحقة. يعطيكم العافية.